ما بين أعالي الأجواء فوق السحاب وأغوار الأرض عند مستوى سطح البحر أو أدنى، ومن لدن أعماق التاريخ الإنساني السحيق إلى واقع اللحظة الإنسانية المعاصرة، ومن أقصى الحياة المدنية الحديثة إلى أقصى الحياة التقليدية البسيطة، وعبر مختلف تقسيمات رباعية فصول المناخ السنوي، يمكنك أن تتنقل في غضون أيام قليلة وأنت تزور أرض اليمن وكأنك في رحلة أسطورية هي أقرب إلى الأحلام. أبلغ ما يمكن أن توصف به البيئة اليمنية في مختلف أبعادها أنها بيئة مهرجانية الملامح والألوان والإيقاعات. التنوع والثراء والعمق سمات تطبع كل أبعاد البيئة اليمنية، لكنها في نفس الوقت ينتظمها جميعا الرونق الجمالي الغامر والحميمية الإنسانية الدافقة والبساطة والعراقة في آن واحد. يتشكل التكوين الجغرافي للبيئة اليمنية من تنوع يضم مساحات كبيرة من السهول الساحلية والداخلية والأودية والأراضي الصحراوية، في حين تكون معظم المساحة هضبة جبلية تتشكل على هيئة سلاسل جبلية متنوعة التكوينات ومتفاوتة الارتفاعات، تبلغ أعلى ذراها ارتفاع 3666 مترا عن سطح البحر عند جبل النبي شعيب عند المشارف الغربية للعاصمة صنعاء، والذي يعتبر أعلى قمة جبلية في كل الجزيرة العربية، التي تقع اليمن في جانبها الجنوبي الغربي على امتداد مساحة تزيد عن 550 ألف كيلومتر مربع، مجاورة من الشمال المملكة العربية السعودية، ومن الشرق سلطنة عمان، ومطلة من الغرب على البحر الأحمر، ومن الجنوب على بحر العرب والمحيط الهندي. تمتد السواحل اليمنية في كلا الاتجاهين لأكثر من 2500 كيلومتر، مقابلة للمئات من الجزر اليمنية بالغة التنوع في بيئاتها سواء البرية أو البحرية، والمتفاوتة مساحاتها من بضعة كيلومترات إلى مئات الكيلومترات، وأكبرها جزيرة سقطرى الواقعة أمام السواحل الجنوبية، والبالغة مساحتها 3650 كيلومترا مربعا، وتعتبر أحد المتاحف الإنسانية الحية للحياة الفطرية، حيث تضم هذه الجزيرة أكثر من 800 نوع من النباتات، منها 270 نوعا لا يوجد إلا في هذه الجزيرة، فضلا عن عشرات الأنواع من الطيور والحيوانات والحشرات الفريدة والنادرة. على الجانب الآخر من البحر وعلى امتداد السواحل اليمنية الطويلة، تتشكل المئات من الشطآن والمواقع الساحلية الساحرة بتنوعها وأجوائها وجمال تكويناتها، كما في حوف وبئر علي وعدن والكوفة والفازة والطائف واللحية وغيرها. إلى الداخل قليلا تمتد السهول بعرض يتراوح من بضعة كيلومترات إلى قرابة 100 كيلومتر، متسمة بمناخها الدافئ معظم شهور العام. تشكل هذه السهول الساحلية إحدى مناطق الاستقرار السكاني الكثيفة على امتداد الأرض اليمنية، وخصوصا السهول الغربية والجنوبية الغربية، حيث تقوم العديد من المدن
والتجمعات العمرانية العريقة المتسم معمارها بأنماط بناء تقليدية تبرز الكثير من الملامح الفنية الراقية والعناصر الجمالية المدهشة، كما تضم الكثير من المعالم العتيقة الشاخصة منذ مئات كثيرة من السنين، كما هو الحال في مدينة زبيد التاريخية المدرجة ضمن سجلات منظمة اليونسكو العالمية كإحدى مدن التراث الإنساني، وكما هو الحال في مدن بيت الفقيه وحوطة لحج والشحر وغيرها. في حنايا هذه المدن العريقة لا تزال الحياة تنبض بالكثير من ألوان الإبداع الإنساني الأصيل والأنشطة الحياتية التقليدية المتواصلة في تناغم جميل مع خصوصيات البيئة المحلية وملامحها الجمالية المتميزة، بالإضافة إلى الأعمال الحرفية والأنشطة الحياتية الحديثة. تستوعب الزراعة والرعي معظم النشاط الإنساني في مناطق السهول الساحلية والتي تتكون معظمها من أراض زراعية فصيلة تجود بالكثير من المحاصيل الزراعية مستفيدة في سقياها، بالإضافة إلى الأمطار الخريفية والشتوية من مياه السيول والوديان الكثيرة التي تتحدر من السلاسل الجبلية المتاخمة لها، تتحدر من أرجاء الهضبة الجبلية اليمنية كالشرايين المتوزعة في جسم الكائن الحي، المئات من الأودية ومسارب السيول منسابة إما نحو سواحل البحر الأحمر باتجاه الغرب أو نحو سواحل بحر العرب والمحيط الهندي باتجاه الجنوب أو باتجاه الشرق نحو مفاوز صحراء الربع الخالي. في انحداراتها تسير هذه الأودية عبر ارتفاعات متفاوتة وتخترق تكوينات جغرافية متنوعة، فتتشكل على امتداد مساراتها بيئات طبيعية وحيوية وإنسانية غاية في التنوع والإثارة والجمال.